السلام عليكم. أول الأيام ديالي الأولى كنت جد سعيد بالالتحاق ديالي الجروب جديد. ديجا كنت كنعرف دراري، كنت كندي كونتاك مع الدراري هنايا، فدغيا انسجمت مع الجروب الحمد لله، وإن شاء الله كنتمنى نقدموا إضافة للفريق. الدراري مركزين بشكل كبير بعد العام ان شاء الله باش يقدموا احسن من ذاك العام، يكونوا احسن ويقولوا الكلمه ديالهم ان شاء الله. هذا وان شاء الله كما كيتمنى اي واحد يلتحق فريق في القسم الوطني الاول، نحققوا حتى حنا علاش لا المراتب الاولى ان شاء الله في هذا الاني هذا ان شاء الله. ان شاء الله كما كيتمنى اي واحد يلتحق بالمنتخب الاول لا، وان شاء الله العمل ان شاء الله ونوصلوا لذاك اللي بغينا ان شاء الله. كنشكر جماهير الشباب المحمديه اللي رحبوا بيا بتعاليق زوينه، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديال الجماهير ان شاء الله في هذا العام ونقدموا الاضافه للفريق ان شاء الله. ديما شباب.